مشاهدينا نحييكم من جديد. هنتلقى اتصالاتكم واحنا بنشوف في الجزء الاخير فيما يتعلق بمشروع قانون لمنع إهانة الرموز التاريخية والوطنية. مشروع القانون يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة، والعقوبة يمكن أن تصل ل7 سنوات في حالة تكرار الإهانة. يعني إذا في باحث صمم على تكرار الإهانة بهذا الشكل يمكن أن العقوبة تصل إلى 7 سنوات. تعالوا نشوف إيه الحل لو البعض يعني تحمس لمشروع القانون حماية لرموز وطنية من التجريح الشديد ومن التحقير ومن عدم التقييم الموضوعي. طب نعمل إيه علشان نحافظ على حرية الإبداع والبحث والفكر، وفي نفس الوقت نخلي هذا النقد يكون موضوعيا وليس تجريحا، ليس تحقيرا وليس إهانة. هتلقى بعض اتصالاتكم، بس خلينا واحنا بناخد المحور ده يعني نشوف نعمل ايه بقى. استاذ دكتور محمد في الاول كده، طب اعمل ايه؟ يعني خليني بس خلاص احنا قلنا المخاوف و اعمل ايه؟ اسيب ده فقط لوجهات النظر المختلفة؟ هيطلع يقول لك ما هيطلع حد يقول هيشتم تاني في شخصيات تاريخيه، لان الحقيقه ده ما حصلش الا بعد ما كان فيه وجدوا ان في سلسله من الكتابات المتصله والمتواصله اللي فيها تحقير واتهامات بالخيانه. صحيح. لبعض الشخصيات. نعمل ايه؟ استاذ وائل، انا كنت اتمنى ان الساده الافاضل النواب المحترمين والبرلمان المحترم، وطبعا البرلمان على قمته الدكتور يعني قيمه قانونيه كبيره الدكتور علي عبد العال، كلنا بنحترمه ونقدره، ان هو كان يعمل حاجه جميله جدا اسمها مثلا مرصد او 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 مركز بحثي او اي حاجه كده تكون مهمتها هي مناقشه الحاله التاريخيه. بمعنى استاذ كبير جدا زي استاذنا الدكتور جمال شقره ما يطلعليش قانون ان هو يجبر باحث ان هو يدخل السجن. ممكن باحث يدخل السجن، باحث يكون نيته طيبه جدا. لا، انا كنت شايف ان البرلمان يتبنى مثلا يفتح حوار، يبقى عامل مرصد مجتمعي، افكار تتناقش، يدير معارك فكريه. برلمان زي البرلمانات اللي كنا بنسمع عنها واساتذتنا بيدرسوها لنا في كتب التاريخ، برلمانات زمان كانت بتناقش يعني مثلا قضيه علي عبد الرازق، البرلمان دخل طرف فيها في وقتها الشيخ علي عبد الرازق وهكذا. الاسلام وصول الحكم. اذا فانا كنت اتمنى ان البرلمان يعمل كل مجهوده بس في الاخر ما يسجنش باحث، ما يسجنش كاتب. خليني اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ وائل، بعد ما المصريين الشهداء المسيحي الاقباط استشهدوا في ليبيا 22 مصري، انا كتبت مقاله وقلت ابن تيميه القاتل، وقلت ان الناس دول اللي هم بيقتلوا الاقباط اعتمدوا على نصوص ابن تيميه وقالوها واذاعوها على التلفزيون. لما يجي اللي قتل السادات الجهاد الفريضه الغائبه بتاع محمد عبد السلام فرج، كل كتبه كل نصوصه راجع ابن تيميه وغيره. لو انا النهارده قلت على ابن تيميه قاتل هتعمل معايا ايه؟ ولا حاجه. طيب لو انا قلت ليه بقى؟ ما دي برضه فيها دي نسبيه بقى. لا خلي دي بالك نسبية. دي نسبيه. يعني مثلا المؤسسه الدينيه الرسميه الاولى الازهر يعني لا يعتبرون ابن تيميه، ويعتبرون فقط انه فتاوى ابن تيميه المتعلقه بالجهاد فيها مشكله، الازهر يعترف بذلك. وبيقولوا انه لابد من مواجهتها، لكن بيعتبروا ان كل ما قدمه ابن تيميه بعيدا عن الجهاد هو مقبول. حاكم تاني، حاكم تاني. استاذنا الدكتور جمال شقره بخبرته بوعيه بعلمه ولغته الرصينه قال ان هذا الحاكم كان خاطئا. شاب زي كده لسه، فقال ان الحاكم ده كان حاكم فاشل. فسياده اللواء راجل مؤدب قوي، ما بيتعجبوش كلمه فاشل. فهل كلمه فاشل دي تسجني ولا تتولد كام شهر ولا كام اسبوع؟ انا بشوف فاشل هي وصف الفشل ليس فاشل. فاذا هنا يعني هنا هنا حضرتك بتشوف هنا حضرتك بتشوف لو حضرتك فتحت دلوقتي الاتصالات واحد يقول لك ازاي فاشل دي عيب، ما يصحش. يبقى اذا دخلنا تحت اطار النسبيه. سياده النائب المحترم دلوقتي بيقول لي لا ابن تيميه عادي همشيه، ما تنفع في حد تاني مش هيمشيها. ثواني بعد اذنك يا دكتور محمد، يا دكتور ارد على سعادتك. اتفضل سعادتك. ارد على ابن تيميه بعد اذن حضرتك. يعني لو عملنا كده يا جماعه مع احنا لو عملنا كده مع قطز مع الظاهر بيه مع كل الشخصيات يا وائل بيه احنا يا وائل بيه وانت بتشوفك العالم كله يا صلاح. انا ما قلتش ابن تيميه كابن تيميه، ولكن في جزء ابن تيميه في جزء معين اللي انت قلته حضرتك فبيعتبر انا بعتبر ثانية واحدة ثواني بعد اهل العلم يا واسف اهل العلم لا ثواني بعيدا بعيدا اهل العلم مختلفين يا واد ثانية واحدة مختلفين ما بينهم يعني الجمعيات التاريخية بس ثانية واحدة يا دكتور محمد عشان ارد عليك. طيب خلينا بس يا جماعة هاخد هاخد كده وهاخد ارد على السيادة. طيب خلينا ناخد بس حضرتك احنا هنقول ان انت الدكتور هاخد اتصال و دكتور طارق اتفضل.
دكتور طارق. استاذ وائل ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل اتفضل. الاول طبعا انا يعني سعيد اني دخلت معاك في الحلقه، وبرحب بضيوفك الكرام سواء الساده النواب او بيحيوك جميعا يا دكتور. في ثلاث حاجات، في ثلاث نقط يا دكتور وائل، وبعد اذنك عايز حد يرد عليهم. اتفضل. اولا، في بعض الاسماء الكبيره اللي مرت في التاريخ زي بطرس غالي الكبير، زي عبد الخالق ثروت، والاثنين دول ليهم دور كبير في واقع الدنشواي، والتاريخ لن ينساهم ان هم ظلموا المصريين. واحد حكم على 50 واحد بالاعدام، والتاني عزل المفتي الديار الشيخ البكري لانه رفض يعدم ابراهيم الورداني اللي قتل المجرم. فهل الناس دي لما يجي زمن معين ويقول ان دول ابطال على حسب النظام السياسي ما بيقول، يتسجن اللي بيقول كده؟ وهل لما يجي نظام تاني بيدي المصريين حقوقهم وبيدافع عن كرامتهم اللي راحت مع الانجليز والناس دي تهان، يبقى ان الراجل ده مش مجرم؟ يعني انا عايز اعرف ان النظام النسبي لتقييم ما هو الرمز الوطني من عدمه هيمشي ازاي؟ والمعيار هل هيبقى سلطه تقديريه لكل واحد بمزاجه ده بالنسبه له رمز فاللي يكلمه يتسجن، اللي مش بالنسبه له رمز يطلع؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، الكتب التاريخيه المعتبره والمعتمده ما فيش حاجه اسمها كتاب تاريخي او وثيقه تاريخيه متفق عليها. لان معظم اللي كتبوا التاريخ في العالم كانت جنسيات اجنبيه من خارج الدول، لان كان دايما اللي بيكتب التاريخ كان تحت يد وقبضه السلطان، فكان بيكتب التاريخ على مزاج السلطان. يعني مثلا الملك فاروق لا يختلف احد على انه كان شخصيه تاريخيه كبيره، ومع ذلك شوهت هذه الشخصيه. لما يجي بعد كده اللي هو محمد نجيب اللي كان قائد الثوره وكان المفروض على راس الثوره، جه زمن معين ابتذلوا، ولما جه الرئيس السيسي كرمه. هل لو كنا ايام حسني مبارك او ايام السادات او ايام عبد الناصر كان هيبقى محمد نجيب مجرم واللي يتكلم عليه عادي، ودلوقتي ايام الرئيس السيسي لما ادى راجل حقه اللي يتكلم عليه سجن؟ انا مش فاهم القصه ماشيه ازاي. وبعدين الحوار اما اجيب اثنين من مجلس الشعب سواء النهارده، ومش قصدي على الناس دول، او غيرهم او غيرهم او غيرهم، كل ما يطلعوا قانون او يطرحوا حاجه وتدور عليها وتعمل لها استقراء على اراء المشاهدين، تلاقي معظم الناس بنسبه 60 70% مش راضيه عن اللي بيقولوه النواب. طب هم النواب بيمثلوا مين؟ ما بيمثلونا احنا، فلازم يطلعوا الحاجه اللي بتمثلنا احنا. الو؟ طيب. انت قلت وجهه نظر واستندت لمجموعه من الادله والاسماء اللي هي تجعل من العسير ومن الصعب ولاده مشروع قانون من بهذا الشيء. طيب استاذ ضياء الدين من كفر الشيخ، اتفضل. استاذ ضياء. يا فندم، احنا ضد اي اهانه لاي وطن في مصر يا فندم، وكلنا يجب ان نعمل لصالح بلدنا يا فندم، لكن ليه اسال بعد اذنك. اتفضل اتفضل. ايه دور غرف العمليات اللي في وزاره الداخليه القديمه يا فندم؟ وشكرا لحضرتك. غرف العمليات اللي فين؟ طب ده علاقته بالموضوع. اعلى صوت. استاذ مصطفى من القاهره، اتفضل. ايوه، مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك استاذ مصطفى، اتفضل. الله يخليك يا فندم، بعد اذن سعادتك يا فندم. دلوقتي احنا لو الموضوع دوت هنفتح علينا جبهات يعني لا لها اول ولا اخر. انا رايي ان الرمز ده لرسول الله عليه الصلاه والسلام وجميع الانبياء، المسيح ولسيدنا ابراهيم وكلهم. ايه الرموز؟ ايه يعني معنى الرموز؟ ما كل رمز من الرموز بيلط ولاوي سودا. لما واحد يجي يقولوا له عليه يعني انه كان بيشرب وانه كان بيلعب قمار، ده نقتدي بيه ازاي؟ او اعتبره رمز ازاي؟ ازاي اعتبره رمز؟ ازاي؟ وبعدين دي جبهه احنا واحنا فاضيين قوي ان احنا ندور ان احنا ندافع على الرموز اساسا، ما احنا عارفين ايه تاريخهم بالظبط حقيقي، يعني ازاي يحصل؟ ازاي يحصل كده؟ وبعدين يعني المجلس الشعب فاضي قوي ان يضغط دلوقتي على مين بيدور على الرموز، ده صح وده غلط وده بتاع، يشوفوا الاول القوانين اللي موجوده اللي مش عارفين يطلعوها لحد دلوقتي اللي بتقعد عندهم. ازاي يعني خلاص عندك القوانين اللي بتطلع دلوقتي اللي اساسا مش مدروسه، زي الضرائب العقاريه، زي التنميه الزراعيه، زي بتاع الاراضي اللي بتتاخد من الناس بدون وجه حق كده ويدفعوا بلاوي سودة وبيوت ما اعرفش ايه يعني. الدنيا ما فضيتش قوي
بشكرك ألف شكر. نشوف هتلاقي كل واحد. طيب خلينا يعني ناخد مكالمات وناخد تسأل. طيب الدكتور عمر حمروش بس عشان كمان يعلق. دكتور عمر يعني حاس أنا ببص هنا للآخر. أنت بعد كل هذه المناقشات شايف أن القانون لابد أن يولد وأن أنت هتستطيع أو هتستطيعوا في المجلس أن أنتوا تعملوا هذه التوازنات اللي الأساتذة هنا بيقولوا مستحيلة أنك أنت تفرق ما بين أو تحدد من هو الرمز وهنقعد نحدده إزاي وتقول الإهانة إهانة الرمز إزاي يمكن أن التقييم الموضوع يعني لما حد يقول أن سعد زغلول كتب في مذكراته أنه كان بيلعب القمار وكان بيتعاطى الخمر كل ده هتعتبره أنت إهانة يعني إذا حد قال أن عرابي جلب الاستعمار وجهة نظره كده هتعتبره أنت أنه إهانة إذا حد قال أن محمد علي مؤسس مصر الحديثة ارتكب أكبر مذبحة في التاريخ هتعتبره أنت إهانة أعمل إيه أوازن إزاي يعني هو بلا شك أستاذ وائل اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والأثار ستستعين بعد أن تستمع إلى آراء الزملاء أعضاء اللجنتين ستستعين بخبراء متخصصين في الدراسات القانونية والتاريخية لوضع هذه الأمور في نصابها الصحيح هذا ما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أود أن أؤكد أيضا بأن هذا القانون ليس تكميم للأفواه كما يدعي البعض وإنما يعني أنا أؤكد أن هناك مادة من مواد هذا المشروع بتعفي من العقاب الدراسات العلمية لأننا سمعت الزميل العزيز بيقول أن من الممكن باحث يدخل السجن لا الباحث في الدراسات العلمية معفاة من هذا العقاب لأن الدراسات العلمية بتكون موثقة بناء على مصادر ومراجع ودراسات موثقة وبالتالي فمادة أساسية الإعفاء من الدراسات العلمية إعفاء الدراسات العلمية من العقوبة في هذا القانون برضو أود أن أؤكد وأطمئن الجميع لأن النقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالقانون والدستور ولكن مع ضرورة التفريق بين النقد والسب والقذف أو التطاول والإهانة أيوة حددوا الزاصل المسألة هنا فيها حبس يا دكتور عمر أنا عايز بس هنقعد نقول تاني هنفرق ما بين الإهانة والنقد إزاي هقول عرابي جلب الاستعمار هقول يعني مش هتعتبر ده ايه خيانة هناك من رأى ان مصطفى كامل ايضا كان صنيعة يعني وفي هناك من كتب ذلك يعني هرد عليه واقول له لا مصطفى كامل شخصية وطنية وحمل قضية الاستقلال ارد عليه وفند ده حجة بحجة ولا احبس مش الأفضل حجة في مواجهة الحجة ثق تماما أن هذا المشروع ستتم مناقشته مناقشة مستفيضة وسيتم معالجة كافة جوانبه السلبية ولن يخرج إلا بعد التوافق عليه توافقا كاملا ثانيا أنا عايز أود أن أقول أن هذا المشروع ليس إدعاء مصري بل إننا تأخرنا فيه كثيرا سبقتنا فيه دول العالم كثيرة دول من دول العالم تدافع عن رموز رياضية أو فنية فما بالنا ونحن نتحدث عن رموز وطنية كافحت في سبيل استقلال هذا الوطن وأصبحت جزءا من تاريخه فإن لم نصدر هذا القانون فدعونا نلغي التاريخ وكتب التاريخ والدراسات التاريخية ونقطع صلة الجيل الحالي من الأطفال والشباب بتاريخ وطنهم وأمجادهم وأمجاد هؤلاء الرموز اسمح لي يا أستاذ وائل يعني أن أختم مكالمتي هذه بأنني أرى وهذا هو رأيي الشخصي أن عدم تجريم إهانة الرموز التاريخية مصادرة لحق الوطن في التعبير واعتزاز الأجيال الحاضرة برموزها التاريخية
فالمجتمع المتحضر هو من يحترم رموزه الوطنية ويقدر مواقفها. بشكرك. يعني انت بتقول مصادرة لحق الوطن، هم يتحدثون عن مصادرة لحرية الفكر. هسأل عاوز جمال، بس خلينا ناخد بس شيء الناس معانا على التليفونات. استاذ وليد من سوهاج، اتفضل. فندم اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك يا فندم. انا بس لي رأي بسيط، بس هو دلوقتي برضه نرجع نقول الرموز التاريخية مين بيحددها وعلى انهي نظام؟ ما في نظم كتير اعتبرت شخصيات تاريخية مهملة وما سالتش فيها، وفي نظم تانية رجعت كرمت تاني الشخصيات دي. النهاردة شخصيات مكرمة في نظامنا الحالي، اتغير النظام وجات النظام وجات نظام جديد اعتبر الشخصيات دي غير مكرمة. ابقى انا النهاردة لو شتمتها تحبس، ولو اللي بعد 10-15 سنة لو ما شتمتهاش يبقى او شتمتها يبقى عادي. الحاجة التانية، الاستاذ عمرو الدكتور عمرو اللي اقترح الدكتور عمر حمروش، دكتور عمر حمروش اللي اقترح القانون، هدم القانون بتاعه في كلمة لما قالها وقال ان الابحاث العلمية غير خاضعة لهذا القانون. طب ما خلاص انا لما احب اشتم رمز ارجع لبحث علمي بيشتم الرمز ده واطلعه وانشره، وفي الحالة دي ابقى انا جبت رأيي. يعني بدلا من ان انا اقول رأيي ووجهة نظري، اقول فلان الفلاني قال على عرابي او قال على سعد زغلول او قال على جمال عبد الناصر انه ديكتاتور وسفاح وريح نفسي. ويعني يعني الحقيقة يعني انا اعتقد انه حتى ما هو يعني الدكتور جمال يعني نصيري، ولكن انت لا تطالب بحبس. وانا برضو قلت والدكتور إن جمال قال كده ان ينتخب يعني اللي هيقول انه عبد الناصر كان ديكتاتورا. دي قيمة عبد الناصر ان ينقذ لكي يثبت انه هترد عليه، ولكن مش هتقول احبسوه يعني. وده اللي انت عملته مع الدكتور يوسف زيدان، انت دعوته الى مناظرة فكرية. انا عايز اؤكد على ده. يعني هو المشكلة اذا سمحت لي سيادة اللواء، اتفضل. فهمت المشكلة جات منين؟ جات من غيبة الوعي التاريخي، وبالتالي احنا عندنا في بلدنا دلوقتي بقى في كلام يلبس يعني ثوب التاريخ وهو لا يمت للتاريخ مثلا. وفي يعني زي ما حضراتكم قلتم في اهانات وتجريح وشتائم وسباب نظرا لغيبه الوعي بالتاريخ. طب لما احنا دعينا الاستاذ يوسف زيدان للمناظره هو ما رضاش يجي المناظره. انا اعتقد ان ده درس ممكن من خلاله نعالج المشكله كلها. طبعا احنا عملنا له عمليه تجريس على فكره، انه تعالى ناظرنا والجمعيه مفتوحه او كان في مركز الشرق الاوسط اتفضل والاساتذه موجودين، فهو رفض يجي. طب انت لو عملت كده مع كل حد وشوف لها حل، يعني شوف لها حل، انه تعالى ناظر الناس. انت قلت الراي ده، لا انت ملزم بقى، بلاش السبع سنين والثلاث سنين وال500,000 جنيه. طب هنقول لسعادتك لان اسمح لي بس يعني انت جيبه وتعالى هنقعد مع الاستاذ وائل ونعمل مناظره. طيب ومن ناحيه ثانيه زي ما سياده ولا كده والمشاهد بيقتنع، يمكن ان يقتنع بوجهه نظر هذه ولا يقتنع. ومن ناحيه ثانيه، من ناحيه ثانيه يعني القانون فيه ثغره خطيره جدا. انت بتقول تجريم اهانه الرموز التاريخيه، طب واللي بيهين التاريخ نفسه لما يجي يقول لا احنا ما انتصرناش في حرب الاستنزاف، احنا انهزمنا في حرب الاستنزاف، ويجي اسرائيل يقول مصر انتصرت في حرب الاستنزاف، طب انت هتعمل ايه للباحث ده؟ ده باحث، ده استاذ كتب كده وجاب ادله قال ورغم انه هنا بيتحدث عن بطولاتنا التي يجب ان نتوحد حولها. طب انت اذا عندك تجريم للرموز حضرتك وتجريم للدوله الدوله نفسها يا جمال بيه. فاسمح لي بس اقول انا اتصور انه واحد زي ما سياده الرئيس بيقول تجديد الخطاب الديني، انا يعني تبقى حمله لاشاعه الثقافه التاريخيه، ولما بيبقى في اشاعه للثقافه التاريخيه هتموت وتذبل مثل هذه الاراء. صلاح الدين احقر شخصيه في التاريخ، لما يبقى الشاب قاري عن صلاح الدين من مصادر متعدده. عشان كده انا قلت يعني تتبنى يعني فضائيه من الفضائيات برنامج تاريخي، كان فيه 3-4 برامج تاريخيه اتشالوا مش موجودين على الخريطه، واقترح ان يبقى فيه برنامج تاريخي بعنوان كده قال التاريخ ولم اقل. وفي الحاله دي انا بجيب المصادر قدامي وبقول دي الواقع الخاصه بصلاح الدين الايوبي. التاريخ بيقول فيها ايه؟ ادي راي 2-3-4-5
وما نحس الرأي معين واسيب القارئ طيب. يسمع. يبقى خلينا ناخد تليفون وتليفون. استاذ دكتور عاطف عبد المقصود استاذ التاريخ المينيا. بجامعة المنيا. دكتور عاطف اتفضل. سلمي عليه بس. السلام عليكم ورحمة الله، احيي حضرتك واحيي جميع السادة الحضور. بيحيوك جميعا يا دكتور، اتفضل. الله يحفظك. وطبعا ده بس على اخويا وحبيبي الاستاذ دكتور جمال شعرة. اهلا طبعا طبعا. مسألة التاريخ اصبحت في الفترة الاخيرة استاذ وائل التاريخ حرفة من لا حرفة له، بمعنى ان كل واحد دلوقتي اصبح يفتي في التاريخ. التاريخ علم له رجاله وهم اللي يقولوا الكلمة الحق والصدق بناء على الوثائق. انا ما اقدرش اقول ان الاستاذ وائل الابراشي وحش او حل الا بالدليل. الدليل لدى المؤرخ هو الوثيقة، هي التي تحدد من هو الصالح ومن هو الطالح. الفترة الأخيرة اللي يتطاولوا على الرموز، المشكلة اللي انتوا بتعانوها من هو الرمز. أنا دلوقتي لما أجي أعلم طالب أو أدرس طالب إن ده له دور تاريخي كبير، ويأتي أحد غير المتخصص بأنه يبتدي يقول كلام آخر على هذا الشخص، طب الطالب يسمع بيه؟ ضروري الرجوع للمتخصص. وانا اطالب النواب طالما انهم متحمسين لهذا القانون استدعوا خبراء التاريخ. انا ما اقدرش افتي في احنا مؤيدينك واحنا مؤيدينك ان المجلس الاعلى للثقافه يحدد منهم الرموز. طيب بناء على المؤرخين هم اللي يقولوا يا سيد الفاضل من هو الرمز، من هو الذي له دور في تاريخ مصر. لا يعني يا دكتور انت بالطالب يبقى في قائمه، لو سمحتوا يا جماعه بس عشان اناقش، في قائمه بمن هم الرموز، من هم الرموز. سيد الفاضل، سيد الفاضل ان دلوقتي معروف ان الاستاذ وائل الابراشي العاشره مساء، يبقى ده معروف ان هو المتخصص في العاشره مساء، سين متخصص في الطب، سين متخصص في الكيمياء. هل انا اقدر افتي في الطب او اخترع اي دواء؟ لا، المتخصص حاجه والشخصيه والرموز الوطنيه التاريخيه حاجه ثانيه. الرموز الوطنيه التاريخيه دي بالظبط زي لما انا افتي في مجال انا ما اعرفوش يا استاذ وائل، عندما افتي في مجال لا اعرفه اضع نفسي في طائله القانون. يعني لو اخترعت دواء انا وانا اصعب مقصود المتخصص في التاريخ الجد، قلت في دواء يشفي من الامراض، عليك ثقافه الاطباء تحاكمني. نسمع يا جماعه بس، نسمع من حقها تحاكمني. طب يعني انت موافق على مشروع القانون يا دكتور؟ يا فندم انا مش موافق، انا موافق على ان التجريع للشخصيه الوطنيه. انا ما اقدرش اطلع دلوقتي اجرح. الفتره الاخيره سمعنا تطاول على احمد عرابي، سمعنا تطاول على مصطفى كامل، سمعنا تطاول على سعد زغلول في القعده بتاعت حضرتك دي، في ناس تطاولت على سعد زغلول. هل ينكر دور سعد زغلول؟ ما اقدرش. هنا تطاول، هنا دكتور استاذ جمال وائل بيه هو اعتبر دي واحده يا جماعه بس، هو اعتبر حتى انك استندت انت والدكتور جمال الى مذكرات سعد زغلول في انه في لعب القمار والتعاطي الخمور، اعتبر ان ده تطاول يا فندم. كده كل تاريخ مصر انتهى. اولا كل تاريخ مصر بالطريقه دي انتهى. لو فيه منهج، لو فيه منهج من دوله معينه ان هو يقضع الثوابت عند الشباب عن طريق اي حد، زي ما ضيعنا صلاح الدين الايوبي هنضيع تاريخ مصر بالكامل. لابد عند القانون ده ان يبقى له وقفه. لو هنشيل الحبس نشيله، اللجنه هتتناقش وتقول كلام كتير في هذا الموضوع، ولكن لابد ان الثوابت بتاعتنا تفضل امام الاجيال موجوده نحترمها، ولابد من احترام القدوه في طيب. مصر، لان دي مصر ولازم تفضل مصر على هذه الشكله. يا عم دقيقه استاذ جمال، اتفضل ادونا فرصه. ما انا استاذ صلاح اسالك بعد الاستاذ جمال. كل ده واخد فرصه اتفضل. ما انا يا جماعه، ما انا يا جماعه انا عايز افهم حاجه، مش يعني مش الجميع يتحدث. اتفضل استاذ جمال. واحد ماسك الجلسه. اولا مع تقديري للدكتور، لا احد يستطيع حتى المتخصصين ان يحدد الرمز، لان المتخصص نفسه هناك يعني تباين بين وجهه نظر متخصصه ووجهه نظر اخرى متخصصه. يعني لما نقول راي المتخصصون في احمد عرابي، في واحد له راي وبيوثقه
واحد له رأي آخر وموثقه. الدراسة التاريخية توثيق، مش مجرد رؤية ذاتية ووجهة نظر ومزاج، دي واحدة. الجانب الثاني ان للأسف احنا بنخلط بين التاريخ بمفهومه العلمي والأكاديمي وبين الكتب المدرسية. الكتب المدرسية لا علاقة لها بالتاريخ في إطاره العلمي على الإطلاق. الكتب المدرسية رؤية سياسية وطنية وطنية بس منحازة لمرحلة زمنية معينة ومنحازة لنظام سياسي بعينه، وبالتالي لا نستطيع أن نتعامل مع التاريخ عشان الكتب المدرسية إن نعمل لأحمد عرابي بطل وأعمل جمال عبد الناصر بطل وأعمل بعد كده الورثات بطل وهم بيقلوا بعض يعني جمال عبد السادات هلك جمال عبد الناصر، إنما بعد ما جاء السادات بيجي السادات بطل وجمال عبد الناصر يرجع ورا. ده كلام ملوش علاقة بالتاريخ ولا ليه علاقة بالرموز. إنما الرموز التاريخية هي ولل مع احترامي لسيادة اللواء، التاريخ المصري أكبر من أن يهان أو يسقط. لا أحد يستطيع أصف التاريخ، يعني التاريخ المصري اللي عمره 7000 سنة عشان أنا هنا أحمد عرابي يسقط التاريخ المصري وبالتالي يسقط مصر، هذه مبالغات أرجو ألا نصل من خلالها إلى عملية كبت للرأي. يعني دلوقتي فيه إهانة الرموز التاريخية، فيه إزراء الأديان. قال لي يا جماعة أنا في بادي أتكلم دي يقول لي أنت إزرت أديان أتكلم دي أنت روح 7 سنين عشان أحمد عرابي، مش معقولة كده. جات لك ومش البرلمان دوره زي سيادة النواب. يعني سيادة النواب أرجوكم على فكرة لابد أن يكون هناك حرية رأي لصالح النظام ولصالح الوطن. انما كل اكبت كل الناس ممنوع 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 ده مش خلاص بقى يا استاذ جمال عشان الناس تتكلم. اتفضل يا استاذ صلاح. هناك حريه راي والدليل على ذلك ان احنا موجودين وكل الناس بتتكلم. لا لا سيبك من الكلام ده احترام. لو سمحت لي لا الكلام ده يا استاذ جمال بس خلينا ما نبعدش عن الموضوع يا جماعه لا استاذ جمال قول لي مش حريه راي. انت بتجبر الانسان ان هو يلتزم. اقول يحيى احمد عرابي يحيى سعد زغلول مش كده يا استاذ جمال؟ لو اسالتني سيادتك دليل على ذلك ان هذا البرنامج وانا شرفت ان انا التقيت فيه اكثر من مره وفي الراي والراي الاخر وفي حريه راي وحضرتك لا هو بيتكلم بس على انه الـ الـ الشخصيه التاريخيه بيقول لك الدين الحريه في تقييمها. سعاده الرئيس النهارده دي واحده يا سيدي بقى ما انت بتقول احنا بن بن بنكتم الافواه وبن لا ما انا برد على الحته دي. اتفضل. احنا اولا مصر انا متفق معاك لن يستطيع احد على مستوى العالم ان يغير تاريخها. مصر ام التاريخ وام الحضاره. الناحيه التاليه بعيدها تاني ان هذا القانون وسيادتك كنت نائب ليس بقران. وهذا القانون ده هيدرس وممكن تضاف عليه اشياء. نتمنى ويحذف منه اشياء. ونتمنى ان يحذف كله. النهارده ما فيش حاجة هتحذف كلها إن شاء الله. فحضرتك النهاردة لما نيجي إن شاء الله مش هيصدر يعني. حضرتك ده من وجهة نظرك. كفاية كبت بقى. حضرتك أنا مش هكتبك. لا بالعكس. إدي فرصة الناس. وإنما النهاردة أنا ممكن القانون يعدل. كل ما هو في مكانه هو رمز. أنت رمز. التاريخ. مش هنفضوا بقى الحكايه. يا واحدة يا استاذ صلاح ما انا عايز ارد على الموضوع احنا بنتكلم انا بتكلم في هذا القانون انا بتكلم عن الشخصيات التاريخيه الشخصيات التاريخيه النهارده الدكتور جمال هو شخصيه تاريخيه بيه لا لا انا مش شخصيه عايز احدد لا 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 مش شخصيه تاريخيه يا واحده بيه لا 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 النهارده احمد عايز ابعد شخصيه عامه وشخصيه تاريخيه استاذ صلاح بس ممكن ان يكون مش يمكن يعدل القانون حاجات ثانيه طيب خليني يا استاذ صلاح الشخصيه العامه غير شخصيه تاريخيه يا استاذ جمال يا جماعه لو سمحتوا بس استاذ صلاح خليني بس هل انت هل انت مع عقوبة الحبس شايف ان عقوبة الحبس بص يا فندم تتناسب مع عقوبة كل من هو يهين اي شخصية في المجتمع ان كانت شخصية تاريخية او غير تاريخية وتهان وتهان هناك فرق بين الاهانة والنقد يا استاذ جمال ما انا ممكن اجي اقول لاستاذ جمال صفته ونعته ولكن انا النهاردة مع الحفاظ على التراث المصري والتاريخ المصري بأي اسلوب بأي طريقه زي ما قال استاذ دكتور ما الحفاظ عليه ممكن يكون بحيويه الاختلاف بحيويه الاختلاف والحوار بالفكر يعني التاريخ انا بشوف يا دكتور استاذ صلاح انا بشوف التاريخ كائن حي بيجري قدامي طول ما انا شايف فيه حيويه خلاف انا بحمل الاستاذ وده الحقيقه يقول ان راجل مؤرخ وكاتب بحرم استاذنا الفاضل وهو استاذ تاريخ بحمله المسؤوليه
استاذنا الدكتور، لان دول اساتذتنا اللي هم حافظين التاريخ وباحثين بيبحثوا. يبقى النهارده لابد ان انا معاك. طب ما القانون تعمل فيه ماده وتشكل فيه من هو يناظر القانون، وتتعمل لجان، وحضرتك انا بغلط في شخصيه تاريخيه يجي الدكتور جمال يقول لي لا ده الشخصيه التاريخيه دي واحد. طب انا عايز اقترح او فيها اقترح. كذا طيب اتفضل دكتور جمال، عايز اقترح رايي وراي الاخر اقتراح. اتفضل. انه يستدعي الخبراء زي ما حضرتك وده اللي هيتم بيه لا مش عشان ما يناقشوش القانون، يستدعيهم لغرض تاني. اعداد 20 معيار لاختيار 50 معيار 50 معيار لاختيار من هي الشخصيه التاريخيه. لا لا معلش، ازاي بقى اذا قدرت طبعا تنجح في انك تحط ال 20 بس معيار، انه من ينطبق عليه ال 20 معيار ده يبقى هو رمز تاريخي، مش هتلاقي حد. يبقى مفيش رمز في الحاله دي ممكن نشوف القانون. انت شايف استحاله طبعا. صعبه استاذ محمد، اخد بس تليفونات بسرعه. استاذ محمد اتفضل. يا جماعه كده والله استاذ محمد ايوه اتفضل. امسى الخير يا استاذ وائل، تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك الكرام. بيحيوك جميعا اتفضل. الحقيقه انا بس هقول ثلاث جمل. الجمله الاولانيه انه في ملاحظه مبدئيه على البرلمان المصري انه بيصير من مقترحات او مشروعات القوانين البعيده كل البعد عن الاحتياجات الملحه للمجتمع المصري في الفتره الحاليه، ودي ملاحظه مبدئيه قبل ما اتكلم في الموضوع. انا بصفتي محامي بالنقد كنت ساهمت في اعداد كتاب حول القضاء المصري وحقوق الانسان في سنه 94. انا عايز اسمعه يا سياده. هذكر مثالين حيين. المثال الاول التحقيق اللي اجراه محمد حسين نور رئيس نيابه مصر مع الدكتور طه حسين حول بحثه في الشعر الجاهلي. رئيس النيابه خلص في التحقيق الى انه هو كباحث تاريخي يختلف مع منهجه اللي اتخذه، ولكنه لا يدينه لا يعاقبه لانه ده حريه راي وحريه بحث. الامر الاخر في كتاب مشهور كان اسمه الف ليله وليله. هذا الكتاب بعض الناس كانت مطالبه بمصادرته وبالفعل ادين ناشره في الدرجه الاولى بسنه حبس. لكن في الدرجه الثانيه رئيس المحكمه رأى أن هذا الكتاب يتفق مع الأحداث التاريخية. إذن إحنا لما بنتكلم على فكرة الرموز الوطنية والتاريخية، الأصل في القاعدة القانونية وخاصة القاعدة التجريمية أن تكون منضبطة. إحنا إلى الآن وحتى فيما بعد فيما يطرح من نقاش داخل لجان أو غيره لم نصل إلى نص عقابي منضبط. ثم أنه حضرتك لما بنتكلم على الرموز لما نتكلم عن الرموز الوطنية والتاريخية من المستوى القانوني هذا لا ينطبق على ما يسمى الزمن الماضي وفقط، لأن أنا ممكن أعاقب ما يسمى رمز وطني وتاريخي الآن. ثم إنه الأحكام القضائية حتى مستوى محكمة النقد، وأرجو من السادة النواب لمراجعة هذه الأحكام فيما يتعلق بنقد الشخصية العامة أو التاريخية، كانت بتتكلم على أنه حماية طبعا الشخصية على المستوى الشخصي جزء مهم في القانون، لكن الأهم هو حرية النقد المجتمعي، لأن طلاق الأفكار هي اللي بتدفع المجتمع إلى التقدم وإلى الأمام. الأمر الآخر والنقطة الأخيرة، كنت أتصور أنه أعضاء السادة أعضاء البرلمان مع تقديري الشخصي ليهم ان هم يساهموا في اخراج قانون حريه تداول المعلومات، لانه هو والافصاح عن الوثائق، لانه ده جزء مهم في تحديد الرموز. انت النهارده لما تتكلم في حجب المعلومات عن حتى المتخصصين المعلومات التاريخيه اللي من خلالها تقدر تقول انه هذا رمز ولا لا، وبالتالي سيظل الأمر أنت تريد أن تضبط ما لا يمكن أن يضبط. شكرا. بشكرك الأستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ. أستاذ محمد أهلا بيك. أستاذ وائل مساء الخير وتحيات كل الضيوف حضرتك الكرام. بيحيوك جميعا اتفضل. أرجوك حضرتك اديني دقيقة أقول لك ثلاث أربع نقاط. النقطة الأولى الإمام ابن القيم وهو من هو في أئمة الفقه الإسلامي قال إن من يتعرض لعمل
عليه أن يتصدق بجزء من عرضه، جزء يعني يبقى ساحة إذا ما أولا. ثانيا أمير الشعراء أحمد شوقي استقبل الزعيم الوطني أحمد وبقصد الشهداء صغار في الذهاب صغارهم في الذهاب فعلينا أن نحاكم ممكن تمشي بالتليفون شوية يا أستاذ محمد عشان الصوت بس. بقول لحضرتك أنه أمير الشعراء أحمد شوقي استقبل الزعيم الوطني أحمد عرابي بقصيدته الشهيرة صغار في الذهاب وصغار في الإياب هذا كل شأنك يا عرابي. فبهذا المنطق منطق القانون الجديد ده لابد أن نحاكم أحمد شوقي محاكمة كبيرة جدا، تحبس الشعر أحمد شوقي على طول يعني. ده لازم، ده مش تحبس، ده لازم يجلد يعني، لأنه خلي بال حضرتك عرابي رد عليه بقصيدة أخرى، لكن حرية الانتقاد للشخصية العامة موجودة. السادة المتحدثين والدكتور جمال شهر صديقي العزيز تحدث عن اعتراف سعد زغلول بنفسه في مذكراته بأنه كان مدمنا للقمار. سعد زغلول في حياته أحد خصومه السياسيين اتهمه بالشذوذ الجنسي، وكانت قضية مشهورة في المحاكم المصرية، وتنازل سعد زغلول في النهاية وحدث صالح. رابعا وده جزء مهم جدا، احنا المصريين يعني بنقدر ونجل ونحترم ولاخره تاريخنا الفرعوني، فماذا نفعل في الايات القرانيه الكريمه التي انتقد الله فيها سبحانه وتعالى الفراعنه الفرعون؟ يعني هل هذا هذه الايات يعني نعمل فيها ايه مع القانون الجديد؟ ارجو انه الساده اعضاء مجلس النواب ان ينتصروا لفكره الحريات، فكره حريه الانتقاد المسؤول، وعندما انتقد يجب ان يرد علي من انتقده فقط يعني، او 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 او, أو باحث اخر يرد يعني، لكن فكره تقييد الحريات بهذا الشكل مساله صعبه جدا. بشكرك استاذ محمود عطيه منسق استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اتفضل. محمود عطيه صباح الخير يا سؤال. صباح الخير اتفضل. والله سؤال المشروع القانون ده اتناقش من اسبوعين في قنوات خارجيه كتير، وكانوا كل اللي بيتكلموا ضد هذا واخد بال حضرتك بيدخلوا هذا الكلام انه ضد الحريات وضد مش عارف ايه وضد المعارضه وضد هذا الكلام. انا بس بسال الساده اعضاء مجلس الشعب سياده اللواء شكري صديقي العزيز وجمال بيه طبعا واخد بال حضرتك، ان الاسباب الاولى لعمل هذا المشروع او التقدم بهذا المشروع هتلاقي حضرتك إهانة الرموز اللي احنا بنقول عليها تاريخية. قبل كده كان في إساءة إلى مقام أبو الأنبياء بما أنه بقى رجل صالح وشاف كابوس واخد بال حضرتك. واحد بيطلع في القنوات يقول لك الأئمة الأربعة في سلة المهملات واخد بال حضرتك. يعني الناس لما تقدم مشروع، وأنا لا أدافع عن مجلس الشعب، مجلس الشعب عنده اللي يدافع عنه واخد بال حضرتك، لكن لما بنتكلم على الاصول ايه اللي خلى الناس تقترح هذا الكلام من اللي شافوه في القنوات التلفزيونيه والفضائيات، ويصر المذيع ان هو يجيب الاخ اللي بيقول على عمرو بن العاص مش عارف ايه وعلى فلان ايه وعلى فلان ايه، ده كلام برضو يعني. كل اللي احنا اتعلمناه وكل اللي درسناه احنا عايزين نختزله بان الحريات يعني هي الحريات، لازم نغلط في السلف الصالح ولازم نغلط في الناس التاريخيه، احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده، ما كانش بيحصل. فانا بأؤيد هذا القانون وبشكرهم عليه ومش دفاعا عنهم. ما حدش عاوز الاهانه يا عم محمود. انا ليا كلمه اللي عاوز اعلق بيها، بلاش يعني ندخل الامور في بعض يا استاذ محمود. اسمعوا بس. طيب استاذ محمود. نعم فندم. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود، اولا لا احد يقر بالاهانه، انما القضيه مش قضيه اهانه. يعني انا ممكن انا اي راي علمي اي وجهه نظر اخرى يمكن اعتبرها اهانه في هذا الاطار العام. وبعدين احنا الاهانه بنظمها، وانت كبير محاميين نظمها القانون الجنائي سب وقذف، انما ما يخص الشخصيه التاريخيه التي لا نستطيع ان نحدد انها رموز ولا لا، ولا نستطيع ان نتفق اتفاقا مطلقا على ان دي رمز وطني لا غبار عليه. مفيش حاجه مطلقه، مفيش انسان مقدس، لا زعيم ولا رئيس ولا اي حد. يا جماعه خلينا نتعامل مع الواقع. وبعدين الراي والراي الاخر،
يعني انت لما تيجي تقول ساعه تقول كذا، تاني يقول كذا، ده بوثائق وده بوثائق وده بدلائل وده بدلائل، ده اسراء للفكر، وده يعني تكوين لراي عام فعلا. والثقافه والراي العام المصري تحتاج الان طيب. الى راي وراي اخر، ولا تحتاج الى منع ومنع ومنع. تعليق اخير يا استاذ محمود عشان اخذ تعليقات اخيره من ضيوف، اتفضل. طيب يا استاذ جمال انت في الاستوديو، انت حضرتك في الاستوديو يا استاذ جمال. بيقول ايه يا استاذ جمال؟ الناس، انا عايز اسال الساده الافاضل اعضاء مجلس الشعب، المشروع ده هم يعني تقدموا بيه ليه اصلا؟ هم السبب الرئيسي اللي هم تقدموا بيه للكلام ده من اللي احنا بنشوفه. هل يا استاذ جمال وانت رجل محترم ورجل سياسي كبير، سيدنا ابراهيم ابو الانبياء الرؤيه اللي شافها شاف كابوس، هل يرضيك هذا الكلام؟ لا لا. هل لا يرضيك طبعا. الائمه الاربعه لا لا، عاوز يتحاكم، عاوز يتحاكم اللي قال الكلام ده، وانا المحاكم اللي قال الكلام ده، ابقى كده تعديت على الحريات. هذا الكلام مرفوض يا استاذ محمود بعد اذن حضرتك، ولكن ليس بالحبس ولكن بالراي الاخر. راي اخر ايه بعد اذن حضرتك؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. النهارده لو فيه دوله من الدول الجوار او اي دوله من الدول ماشي حضرتك، الاجهزه المخابراتيه بتاعتها شغاله عليا ان انا ضيع التاريخ بتاعي وانا اشتغل معايا ثواني بقى، والمنهج موجود. هقول لحضرتك على حاجه، وصلاح الدين الايوبي على وجه التحديد لابد من فحص قضيه صلاح الدين الايوبي على وجه التحديد. ليه؟ لان فيه دول كتيره يلزمها انها تهين صلاح الدين الايوبي. ليه؟ لان صلاح الدين الايوبي بيدرس بره في اسلوبه في التعامل مع الاخرين، في التعامل. بس حضرتك بتتكلم في رمز واحد من بعد اذن حضرتك لحد دلوقتي. انا بكلم بعد اذن، كمل يا دكتور محمد. يا دكتور محمد سيبنا رمز واحد من بدايه الحلقه. طيب خلينا بس هو يكمل. يا دكتور محمد ما هاخد منك تعليق. انت عملته دلوقتي الا انك قطعت على المواطن ان يسمع الحوار بتاعي. بعد اذنك يا دكتور محمد، صلاح الدين الايوبي على وجه التحديد لابد من فحص قضيته. اهانه صلاح الدين الايوبي وان يتقال انه احقر شخصيه في التاريخ، لا ده مرفوض جدا، مرفوض جدا، لابد من فحص قضيته. ثواني بعد اذنك، انا بقول لحضرتك اوروبا بتدرس شخصيه صلاح الدين الايوبي، وبتقول ان صلاح الدين الايوبي من الشخصيات اللي تعامل مع الاخر بديمقراطيه. طيب خليني ناخد اسلامي حقيقي. يا جماعه لو سمحتوا بس سلبيه واحده، يا جماعه لو سمحتوا اخد بس تليفون وهرجع للاستوديو. هل يوجد سلبيه واحده لدى صلاح الدين الايوبي؟ رغم دوره الخطير والعظيم يا فندم، ده نفس بشريه وارد فيها بس عظيم عظيم. هذا ما نقصده، هذا ما نقصده. هو ثواني بعد اذنك يا جمال بيه، يا جمال بيه، انا قلت سلبيه؟ ده انا قلت احقر شخصيه في التاريخ. لا 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 ده مرفوض. لا 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 ده طبعا ده اتقال صح على فكره. لا بس مش اسمه علم، ده حادثه من واحد. بقول لك ايه، هينفع الكلام ده يا جماعه؟ يعني هل تعالى تقبلوا ان المشاهد يبقى مش سامع؟ لازم اخد حقه. طيب دكتوره ايمان عامر، استاذ التاريخ الحديث بجامعه القاهره. دكتوره ايمان اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل. اتفضلي يا فندم. كان المفروض هكون معاكم في الاستوديو النهارده بس انا جايه من طريق سفر. كان هيسعدنا جدا ان حضرتك تبقي معانا والله. اشكرك، لكن واضح ان اللقاء ساخن، ما شفتوش من اوله ولسه واصله حالا يعني. اتفضلي. لكن الحقيقه مش عارفه هل اتفقتوا على من هو الرمز؟ صحيح. او ما هي الاهانه؟ ما هو الحقيقه ده سؤال اجدده طبعا. كثيرا، من هو الرمز؟ طيب وما هي الاهانه؟ هناك اشكاليه كمان في الموضوع، تاسيس التاريخ. تاسيس التاريخ يا استاذ وائل. القضيه ايه؟ تأسيس التاريخ. بمعنى التاريخ بمعنى بعد ثورة 52 كل من ينتمي إلى الأسرة العلوية أصبح شخص يعني سيء وفاسد. خديوي إسماعيل شفنا عنه كتابات ودراما إنه شخصية نسائية، وزير نساء وكذا وكذا، ولم يتحدث أحد حتى عن مشكلة الديون كيف نشأت وكيف اقترض من أجل إلغاء لائحة تشغيل العمال المصريين في قناة السويس، وأول من أصدر قانون لإلغاء السخرة في عامة البلاد في تاريخ مصر من أيام الفراعنة. نحن الآن نكتب عن الخديوي إسماعيل بشكل مختلف، نفس اللي بنقوله محمد نجيب أهمل كثيرا والناس نسيته وأجيال لا تعرفه ثم تم تكريمه مؤخرا. فإذا في مسألة تأسيس التاريخ يجب أن نراعي كثيرا أننا من فترة لأخرى سوف نعيد فتح الملفات التاريخية مرة أخرى، لأن هناك أيضا تأثير على المؤرخ أو على المناخ العام ونحن نكتب. لكن في مسألة مهمة عايزة أقول لحضرتك عليها. الرموز التاريخية
هم ليسوا ملائكة، هم بشر، وكل منهم له جانب ضعف. اللي يلعب قمار واللي له صديقة فرنسية، احنا ما نطلعش الكلام ده بره ليه؟ علشان النشأ، علشان الشباب اللي طالع، والشباب برضو اللي بيغيبوا فكره بطمس تاريخنا او تشويهه. فاحنا محتاجين نتحدث بروية، وعندما ننقد ننقد ولا نهين. يعني لما نقول فلان احقر شخصية، لا ده سب وقذف على طول. لكن لما اقول فلان كان له امور سيئة وسلبية وعمل وعمل، طالما في سيتيشن او اسناد لما اقوله، دي شغلة المؤرخ بقى، مش اي حد قاعد على اي مكان يتكلم وناخد بكلامه. ساعتها المؤرخ طالما ان يسند معلومته، ليس من حق احد ان يتدخل في عمله. ارجوكم، الموضوع يعني اخذ مساحة كبيرة قوي، والحقيقة انا بسأل. بشكر حضرتك يا دكتور. دكتورة ايمان الف شكر. هاخد بقى تعليقات اخيرة دكتور محمد، اخد تعليق اخير من يعني ملخص كل هذا النقاش. يعني طيب بشكل سريع جدا، هل من بداية الحلقة لحد اللحظة دي كم ساعة بنتكلم، هل في توصيف معيار واحد طلع لرمز؟ هل في معيار واحد طلع لا هنعجز عن تحديد. طيب ده خلاص، خليني اقول لحضرتك حاجة. عندنا حتى في علم التاريخ الباحث في الفيزياء والباحث في الكيمياء والى اخره عنده 1+1=2، ده مش موجود عندنا في علم التاريخ. احنا عندنا علم التاريخ بيكتسب صفه العلم من الاختلاف في الحقائق الموجوده فيه. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا، عندنا في التاريخ الاسلامي يا استاذ وائل في فرع كبير جدا اسمه سباب المؤرخين لبعض. انا عندي مصدر تاريخي موجود وممكن حضرتك تشوفه على النت وانت قاعد دلوقتي في الاستوديو، اسمه مثلا التوبيخ في علم التاريخ. مؤرخ بيطلع بيشتم كل اللي على الساحة، المؤرخين زمايله في العقود، المقريزي حرامي، ده سرق الأوحادي، فلان فلاني فلان. أنا جايب لحضرتك ده، كنت متوقع إن احنا هيبقى عندنا مساحة إن احنا نقعد نقرأ وإلى آخره. ناس عاشوا مع بعض. هنا ابن حجر الهيتمي بيقول على ابن تيمية، يعني أرجوك بس تديني دقيقة واحدة، وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنه اتخذ إلهه هواه وأضله الله على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون. وده مين اللي بيتكلم؟ ابن حجر الهيتمي أحد فقهاء المسلمين، بيتكلم عن مين؟ عن ابن تيمية، عن واحد ناس بتعتبره برضه أحد فقهاء المسلمين. ده موجود في التراث الإسلامي عندنا. علم كانوا بيشتموا بعض. في بعد في مؤتمر انا كنت حاضر يا استاذ وائل، واحد عامل بحث فقط عن مؤرخين العصر المملوكي كانوا بيشتموا بعض ازاي. فده مهم جدا. احنا كان ممكن ايه نعمل ايه بقى الزخم الفكري العظيم سياده اللواء، كانوا بيشتموا بعض باقزع الشتائم يعني بالظبط كده، التعبيرات اللي هي سياده اللواء بعلمه العسكري العظيم وسياده النائب بعلمه السياسيه والى اخره واستاذي الدكتور. كان ممكن نعمل سيمينارات يرعاها البرلمان ويجيبنا ونقعد ونتناقش، بحيث ان احنا نقدر كلام حضرتك على صلاح الدين الايوبي استاذنا الدكتور جمال لما بيجي يدرسنا بيقول لنا ايه؟ ان كلمه احقر الشخصيه دي، ده احنا كده فقدنا، ده مش منهج علمي، دي قله ادب، دي مش قله ادب. بس انا اقدر اقول ايه؟ ان صلاح الدين الايوبي وقف ضد الصليبيين. صلاح الدين الايوبي كان مسيحيين مصر بيحاربوا معاه في جيشه ضد مسيحيين الغرب الاوروبي، ان هو عمل وعمل 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 وقتل السهروردي. تمام. كان بيدعم الصوفيه ولكنه شنق السهروردي. طبعا. كان بيعمل كذا ولكنه عمل كذا مع، فاذا هي ده انت كده عشان ما تجنيش علينا طبعا. كان باحثين في التاريخ ما تجنيش علينا. استاذ صلاح تعليقك الاخير، اخد تعليق كده وتعليق كده. مع احترامي لكل الاراء، انا ليا وجهه نظر اخرى. النهارده انا بحمل اساتذتنا مؤرخين التاريخ المسؤوليه. النهارده مش حاجه كل واحد حسب مزاجه ان هو يؤرخ ويمجد في شخص والآخر يسب في شخص الآخر. النهاردة مصر مستهدفة من العالم كله، ومصر بتدفع ملايين الدولارات عشان من الخارج عشان يهدموا تاريخ مصر. النهاردة لما نيجي جمال بيه حضرتك والأستاذ ودكتور جمال، ونيجي واحد يقول على صلاح الدين الأيوبي، مرفوض تماما. مرفوض. النهارده ده دور، مش عايز نقعد نعيد تاني، بس ده دور مين يا بيه؟ انا بتكلم بس تعليق اخير. اعمل ايه؟ عشان تبقى عارف فندم، اعمل ايه بس؟ القانون النهارده ده فكر. انا قاعد جاتني فكره لمشروع قانون مع بعض المعاونين بتوعي، دخلت بمشروع القانون مجلس. النهارده المشروع القانون لسه لم يناقش، هيتناقش، لم يعرض، طيب لم يبت فيه. انما عندما يناقش لابد من استدعاء اهل الفكر واهل القانون واهل المعرفه. تمام. طيب. استاذ جمال تعليقك الاخير على ملخص كل النقاش. اولا الاهانه مرفوضه بكل الطرق، ده موضوع ما لهش علاقه بالجانب العلمي. الجانب الاخر ان الرموز لا نستطيع ان نحدد الرموز كما اتفقنا، ولكن
هناك رموز يمكن ان نعتبرها رمز انما ليس مقدس. بمعنى انا مثلا اعتبر احمد عرابي رمز، مصطفى كامل رمز، جمال عبد الناصر رمز، رغم ان رؤية الخاصة الان ان كل منهم له وعليه، وبالتالي هذه الفكرة تسري الجانب الثقافي والجانب الفكري. لا استطيع ان احجم الرأي والرؤية والفكر والثقافة بقانون يحبس. واحد. اثنين، لا حل الا عملية ثقافية وتثقيفية وتنويرية على كل المستويات، بحيث ان يكون هناك نتعلم الرأي والرأي الاخر. بحيث انا قلت صلاح، حتى لو صلاح الدين الايوبي اهان الدكتور جمال، انا هذا الموضوع ما قالوش انت يا قلت كده لمؤاخذة جيل الادب، لا الكلام ده غلط واحنا وجهة نظرنا ما تستدعيش تقول انه هو حقير وتعالى نخشنا، لم يأتي. وبالتالي الحل هنا علمي قصاد علم. على فكرة بالمناسبة هذه القضايا لا تهم المواطن العادي، ولكن الإعلام جعل من هذه القضايا قضايا عامة، وبالتالي المواطن العادي بيستمع إلى الرأي والرأي الآخر. يعني هذه حالة تنويرية وتثقيفية يمكن أن تكون حلا لهذه الإشكالية غير الحبس. كفاية حبس يا جماعة، وكفاية قوانين ضد الحبس. فضل. حضرتك الإهانة، الإهانة طبعا زي ما كل اجتمع وكل قال الإهانة مرفوضة رفض نهائي، وأنا بقول إن الاحترام لو بالباطل لو بالباطل أفضل بكتير من الإهانة لو على حق. أنا بقول لسعادتك ليه؟ عشان خاطر الشباب وعشان خاطر الأجيال اللي طالعة. الدكتور جمال الشخصية العامة المحترمة اللي قاعدة قدامنا دي، لو 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 بعد عمرين طوله حد جه للحفده بتوعه وقال ده كان سارق الابحاث بتاعته، هل الدكتور جمال عنده القدره في الدفاع عن نفسه؟ واحنا دورنا الالم النفسي اللي هيصيب الحفده بتوعه اسرته، حد دور على كده؟ ما حدش دور على كده ابدا. لا، احنا بقى التاريخ يهمنا كلنا كمصريين، احنا كشباب اتربينا على ان احمد عرابي بطل، اتربينا على ان سعد زغلول بطل. اتأثرت انا شخصيا دلوقتي في سن ده بالكلام اللي اتقال على سعد زغلول زي ما بقول لحضرتك كده. مش مقدس. اذا بعد اذنك يا جمال، يا جمال بيه بعد اكمل يا جمال بيه، يا جمال بيه اكمل اكمل يا جمال. بس انا اقول لك حاجه مثلا يعني ده. انا لم اكتشف قيمه احمد عرابي الا بعد ان رأيت هذه الانتقادات، فده قال لي ابحث، وبدأت ابحث، فقعدت ابحث كيف جلب استعمارا. انا مع حضرتك تأكد لي انه قام بثورة وطنية من اجل المطالب العادلة. هقول لسعادتك على حاجة، وائل بيه لان ثقافتك فرضت عليك انك تبحث، في 70% ولا 80% بعيدين عن هذا البحث. دي المشكلة. خدوا بقى بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، خدوا الكلمتين اللي اتقالوا عن احمد عرابي على انهم وده المنطق وده الثابت، ان احمد عرابي خلاص شخصيه خائنه وخانت الوطن. خدوا الكلمتين اللي اتقالوا على صلاح الدين الايوبي، هذا البطل اللي انا لو اتكلمت على تطوير الخطاب الديني وجماله هتكلم على صلاح الدين الايوبي في التعامل مع الاخر. طيب زي بقول لسعادتك كده، النهارده 70% خدوا على ان دكتور جمال صلاح الدين الايوبي الدين وفي اللجنه بتاعتنا شتلوه الفكر الديني، احنا ناسين تجديد الفكر الديني. طيب مش عشان الكلمه مع دكتور جمال، ناسين حاجه مهمه. هو التاريخ مش رموز بس، التاريخ سياق عام لوقائع تاريخيه عبر الزمن، سواء في الماضي او في الحاضر او في المستقبل. والأهمية اللي بيفرضها علم التاريخ أو بيفرضها التاريخ علينا، إن احنا بنرصد هذا السياق العام وبناخد منه العظات والعبر عشان نستشرف المستقبل. أنا مسلم إن في حملة شديدة لتزييف الوعي، بس أنا منزعج جدا من إنه يبقى العلاج بالحبس أو بالقانون. الأمر الخطير اللي احنا وصلنا له حتى في الجلسة دي، ان في صعوبة لتحديد معايير من هو الرمز، انه في صعوبة لتحديد هل دي اهانة ولا مش اهانة. يعني حتى لما قال الاستاذ جمال على صلاح على سعد زغلول، ده هو سعد زغلول اللي قال. فهل انت هتعاقب سعد زغلول على اللي قاله على نفسه، ولا هتعاقب اللي حقق مذكرات سعد زغلول وحط الجملة دي؟ مين بقى بيستخدم الجملة دي ويدي ايحاءات معينة لاستخدامها؟ هتحاسبه ده. الامر الثاني، انت ما تقدرش تدي حكم قاطع على على رمز
انه عمل خطا او ارتكب خطا. انت قاعد في مكيف وهو كان قدامه معركه ولازم ياخد قرار. هو شاف المعطيات اللي قدامه خلته ياخد قرار بالهجوم، وربما يكون صحيحا في هذه اللحظه التاريخيه اللي هو بنسميه ايه بقى استاذ وائل؟ يعني انا لو حكمت عبد الناصر بمعزل عن السياق التاريخي، طب ما ينفعش التاريخ 52 اللي هو احنا بنسميه الظروف الموضوعيه اللي خلقت الحدث بالشكل ده. لو حسبت وانت ما شفتش الوثائق الامريكيه وازاي ان كان في مؤامره من سنه 57 بترسم ضد جمال عبد الناصر وضد النهضه اللي عاملها اقتصاديا و انت طب ما انت ما بتتهمه على طول بان هو ضيع مصر و67 وبتسيب جانب كبير جدا من الحقيقه التاريخيه. احنا ما بنقدرش على فكره، ودي مش مهمتنا كمان، يعني انا من الناس اللي مؤمنين بانه انا ما اقدرش اصدر حكم قاطع على رمز. انا بستقرئ الماده العلميه اللي قدامي وبصل للنتيجه. النتيجه دي ممكن تكون ترضي سياده طيب. اللواء، ما ترضيش الاستاذ. اشكركم جميعا واكيد المناقشه يا جماعه تكون مفيده. لا بس انا اسف جدا، انا بأؤكد على انه اشاعه الثقافه التاريخيه، الاعلام يلعب دوره، مؤسسات التنشئه الاجتماعيه من الاسره لغايه وزاره التعليم العالي لغايه الاعلام يلعب دوره في اشاعه الثقافه التاريخيه، عشان لما حد يجي لشاب يقول له ده احقر يقول له لا ده انا قاري. لا مش احقر، لكن طول ما احنا عندنا غيبه الوعي بالتاريخ هو سهل جدا انك تقول له. طيب استاذ وائل، استاذ وائل ثانيه واحده. يعني انا برضو بتحفظ على فكره المتخصص، يعني هل ده هذا متخصص في الدين، هل هذا متخصص في التاريخ، هل هذا لا، يعني في حتى يا جماعه القارئ العادي في رؤيه عامه لديه رؤيه ترد عليه، يعني بلاش برضو اصل الثوابت والمتخصص دي هو نوع برضو من حجر الفكر. شكرا، اشكركم جميعا، وده اكيد يعني يمكن انه يتيح المجال لكل المشاهدين ولكل القراء انهم يقولوا طيب لما نتامل في التاريخ، ودايما التاريخ يمكن ان تاخذه من مصادر متعدده، وبالتاكيد المناقشه دي يعني دفعت الكثيرين خلال الاسابيع القليله الماضيه حينما اثيرت هذه القضايا، فبدا بعض الناس يقول لك والله لما اشوف تاريخ صلاح الدين الايوبي جيدا، ده كويس جدا انه الناس تبتدي تلتهم الكتب المختلفه والمتنوعه اللي فيها من هو ضده ومن هو معه، وده الحقيقه اللي بيثري المعرفه بشكل كبير. اعتقد انه الناس ممكن تستفيد جدا من هذه المناقشه، لان التاريخ به نصنع الحاضر والمستقبل، ولا يمكن ابدا ان نتجاهل تاريخنا او نتعامل معه لا بمعيار التشويه ولا كمان ولا بفكره تعالوا احموا التاريخ بمنع حتى الاراء المتناقضه.